أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من يسمي الربا بغير اسمه، وهل تجوز الصلاة خلفه إن كان إماما راتبا؟ لا، إذا كان يسمي الربا بغير اسمه هذا عليه خطر عظيم، قد يرتد، لأنه استباح الربا، سماه بغير اسمه من أجل أن يستبيحه، واستباحة الربا كفر والعياذ بالله. ولا يجوز الاحتيال على ما حرم الله، تغيير الأسماء هذا من الاحتيال المحرم، فهذا لا يصلى خلفه ولا يكون إماما. نعم.